ونعود إلى الاستديو في منتدى الإعلام العربي، وهنا معنا الأستاذ أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. نرحب بك في منتدى الإعلام العربي وأيضا عبر قنوات دبي، ولو تحدثنا بداية عن تواجدك في هذا المنتدى وكيف رأيتم اليوم الأول في دورته العشرين. بداية بحيي حضراتكم والسادة المشاهدين، وأنا سعيد جدا بوجودي في هذا المحفل الإعلامي والاجتماعي المتميز على المستوى العربي. أنا حضرت دورات سابقة ودي الدورة العشرين، وبالتالي نجاح وانتظام مؤسسي كبير. قبل سنوات حضرت مع الدكتور أحمد زويل، كنت مستشار دكتور زويل لسنوات طويلة، وحضرت معاه الافتتاحية منذ عدة سنوات، وأنا يعني حضرت عدة مرات، في كل مرة بجد فيه تطوير وتحديث في آليات عمل المنتدى واستحداث جوائز ومحاور للنقاش، فدائما بكون سعيد لمشاركتي في هذا المكان المهم وهذا المحفل المهم. نعم سيد أحمد، يعني سيكون لحضرتك مشاركة في المنتدى عبر جلسة مستقبل الصحافة المصرية، لو تحدثنا قليلا عن طبيعة هذه الجلسة، المحاور الأساسية التي سيتم التطرق لها والتوجهات ربما التي تحكم الآن مشهد الصحافة المصرية. في الواقع حضرتك دي جلسة ذات طبيعة خاصة لأنها تخص مستقبل الصحافة في مصر، إنما طبعا مش ممكن نتكلم عن الصحافة في مصر بدون الصحافة في العالم العربي، ومش ممكن نتكلم عن الصحافة بالمعنى الورقي أو الرقمي بدون التعرض للإعلام التلفزيوني، وبالتالي هي جلسة فيها الصحافة وفيها الإعلام، فيها مصر وفيها العالم العربي، وفي زملاء أعزاء، رئيس تحرير مصر اليوم عبد اللطيف المناوي موجود، ورئيس تحرير الشروق عماد الدين حسين موجود، والصديق معتز الدمرداش من قناة الشرق بلومبيرج هو اللي هيدير اللقاء. هنتكلم في قضايا مختلفة بالنسبة لي، هتكلم عن التحديات اللي بتواجه الإعلام عموما من صعود الشعبوية وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي وغياب المضمون الفكري الرفيع الفلسفة والعلم في الإعلام العربي، وعما إذا كان الإعلام يدفع للتقدم بالفعل ولا لا يدفع إلى التحديث والتقدم بشكل كافي. كل هذا الجدل هيكون من محاور ذلك اللقاء في مستقبل الصحافة في مصر. نعم اليوم لو تحدثنا، بما أنك أيضا أنت في الدراسات الاستراتيجية، هناك الرسالة الإعلامية دائما هي روح هذه المهنة، كيف تقيم اليوم حالة هذه الروح الآن مع التطور الرقمي التكنولوجي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ في الواقع للأسف الشديد أنه صعود وسائل التواصل على هذا النحو غير المنضبط، واللي بيعاني منه الغرب قبل الشرق، ولينا مسؤولين أمريكان وأوروبيين بينتقدوا سطوة وسائل التواصل الاجتماعي، هو لابد من التعامل معها، ومفيش بديل إلا النموذج الصيني أو الروسي اللي بيضع بدائل زي يوتيوب، بدائل فيسبوك، إنما التعامل مع المضمون مهم، العودة إلى النخبوية مهمة بالنسبة لي في تقديري. الشعبوية السياسية لا تفيد، الشعبوية الإعلامية لا تفيد، لابد من درجة من النخبوية والمعرفة الحقيقية والثقافة الجادة، لأن مش معقول يكون عندنا حوالي 3 أو 4 مليار بيكتبوا على مواقع التواصل، وكل واحد يعتبر نفسه أنه كاتب وصاحب رأي وصاحب فكر، في 4 مليون مفكر في العالم، وده شيء غير مقبول وغير منطقي، وبالتالي ينبغي أن يعود الفكر إلى الفكر، العلم إلى العلماء، الفلسفة للفلاسفة، أصحاب الرأي هم اللي يقولوا الرأي، والباقي ده مجرد أنه بيعلق على الأحداث. يعني هل نستطيع أن نقول مواقع التواصل الاجتماعي فلتت من القوانين؟ للأسف فلتت من القانون ومن الضوابط الداخلية، وسمعنا انتقادات من وزير الخارجية الألماني وزير الخارجية الفرنسي لهذا الموضوع، أن في حالة انفلات وحالة وفرة مهولة، يعني مليارات المليارات من المعلومات اللي أغلبها غير صحيح على مدار الساعة. لو قلت لي من 10 سنين كنا مستبشرين خيرا بوسائل التواصل لإيجابياتها، لكن دلوقتي في 2022 السلبيات تفوق الإيجابيات. نعم.
وبالتالي لابد من وقفة إزاء الاحتكارات الكبيرة للشركات الكبرى، إزاء وجود الخوادم في الغرب وليست لها سيادة وطنية، إزاء الصراع بين هذه الشركات وبين رؤوس الأموال أو بين القوى السياسية في هذه الدول، وبالتالي ما كانت تمثل فرص فيما قبل أصبحت تمثل مخاطر الآن. طيب سيد أحمد، في ظل حديثك عن وسائل التواصل الاجتماعي وربما يعني فلتان هذه المنصات من الرقابة والأطر المهنية التي تنظمها، قد يقول أحدهم أن هناك آفاق أيضا تفتحها يعني منصات التواصل الاجتماعي، وهذا ما شاهدناه، يعني أصبح اليوم الفرد باستطاعته أن يتواصل مع الساسة مع المسؤولين الكبار عبر تويتر فقط، وبإمكانه إحداث تغيير عبر حشد الأصوات لربما. هل هذا يعني أننا يعني المستقبل الإعلامي سيكون للإعلام التقليدي وليس للإعلام الرقمي، أم أن هناك طرق ربما لدمج هذه المنظومة الإعلامية دعنا نقول بأطر أو بقوانين لتتماشى مع المهنية؟ لا شك حضرتك أن في صعود للإعلام الرقمي وصعود لوسائل التواصل على حساب الإعلام التقليدي، إنما هناك شك في أن يستمر ذلك في المستقبل. أنا زرت اليابان مرتين، في يوم مرة من سنتين، وزرت الصحف الكبرى هناك، أساي شيمبون وميوري شيمبون، ودول توزيع الصحيفة الواحدة 12 مليون نسخة ورقية يوميا. فالاثنين مع بعض، الاثنين الكبار أساي وميوري شيمبون، 22 مليون نسخة ورقية يوميا. لما سألت مسؤول التحرير هناك إذا وسائل التواصل بتاخدوا منها مواد أو لا، وسائل التواصل تاخد مننا، يعني مش هي التي تدير العقل الياباني أو الفكر الياباني، إنما أساي شيمبون يوميوري شيمبون، معهد اليابان للدراسات، جامعة طوكيو، جامعة أوساكا، النخب الفكرية والثقافية الإعلامية تدير العقل الياباني. وسائل التواصل تابعة لهذا الأمر. العالم العربي كثير من الصحافة الكلاسيكية تأخذ وسائل التواصل، فيها ما هو غث وما هو سمين. في ناس بيكتبوا كلام ممتاز جدا على فيسبوك، في ناس عندها قنوات يوتيوب محترمة جدا، في ناس على حساب تويتر بيكتبوا مقاطع ذهبية. إنما للأسف الشديد إن دي بقت أقلية وسط أغلبية شديدة. كيف يمكن ضبط الأغلبية والاستفادة من الأقلية؟ هذه معركة المستقبل. معركة أنا أعتبرها معركة الترند، الكل يبحث عن الترند، إن كان وجهة صحيحة، وجهة نظر صحيحة أو غير صحيحة. الأستاذ أحمد مسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك وتواجدك معنا وإثرائك لمنتدى الإعلام العربي. شكرا يا فندم، شكرا.